فضل، هذا يأتيني للسؤال التالي، ماذا سيحدث في طلبة الجامعات والمعاهد الخاصة؟ هناك الجامعات أكثر من 13,000 طالب وطالبة تخرجوا من المعاهد الجامعات الخاصة، بعد ذلك يأتي النظام ويقول نحن لا نعترف بتلك الجامعات لأن مستواها لا تناسب الشروط التي وضعت كذا وكذا وكذا. الآن ماذا سيحدث؟ ما مصير هؤلاء الطلبة؟ بالنسبة للتعليم العالي سوف ينظر في يضع معايير عامة للتعليم الخاص، يجب أن تتوفر شروط معينة لكي تمنح رخصة لجامعة خاصة أو كلية خاصة. من يجتاز هذا الاختبار تمنح له رخصة ويسمح له بمزاول التعليم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى معايرة حتى الجامعات الليبية، سيكون فيها تفتيش دوري كل 5 سنوات لتقييم المناهج وتقييم الشهادات من حيث الاعتراف بها واعتمادها كشهادة معتمدة بالتعاون مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة للعلوم والثقافة، مؤسسات الأمم المتحدة، الجامعات، الأشخاص، يعني في أكثر من نظام في الطبيات والهندسيات لمعايرة ووضع معيار لإعطاء الاعتراف بهذه الشهادات. ماشي، هذا سوف ينظر فيه حتى للجامعات الموجودة. طبعا لا أستطيع أن ألغي إذا كان فيه ناس متخرجين وعندهم شهادة من كلية خاصة، إذا كان استطعنا من خلال الكلية أو من خلال الجامعة نعمل عملية دمج، إعادة تأهيل، ليس دمج، يعني مثلا شخص حصل على دبلومة المفروض أهله في مستوى معين، ممكن ينظر لو أن أضفنا سمستر أو 2 فصل أو فصلين بحيث يرفع مستواه إلى هذا، يعني فيه امتحان لاختبار القدرات متاع الخريج يسمى GRE مثلا، يمكننا نصطلح على مجموعة من الامتحانات اللي يجتازها نعترف له بشهادته، ممكن هو يدرس سمستر، ممكن 2، ممكن 3، إلى أن يحصل على الاعتراف. هذا هي القصة، في أن يجب أن يكون التأهيل وليس الورقة. الإنسان يخرج من المكان بمستوى من التحصيل العلمي وكفاءة تأهل لوظيفة معينة أو عمل معين. يعني طريقة تفكيرنا يجب نغيرها جوهريا، نحن نركز على الشهادات، مسميات الشهادات، ولا نركز على دوره في المجتمع وقدرته ومدى التحصيل اللي تمكن منه. طبعا من الصعب ان نحوصل كل الامر في جلسه مثل هذه، لكن الخطط ستوضع من خلال التعاون بين الجامعات والاقسام. طبعا عندنا اعداد كبيره من الخبرات والخبراء، ونحن ان شاء الله نفتح باب التعاون مع جهات حتى من خارج ليبيا. نحن لا نريد ان نضيع احد، لا نريد، ليبيا في حاجه لكل جهد، يعاد تأهيله، يضاف له، يقيم،